مرحبا بكم في برنامج عيالنا والذي يقدمه لكم محمد الهتمي محمد الخرجي. نقدم لكم في هذه الحلقة ملخصات عن مباريات الفئات السنية لمن فاته مشاهدتها. لننطلق. كل دراسة كل مذاكرة ليه ترى مثلا حطيتها بداخل؟ هلا والله الخرجي، ايش اخبارك؟ هلا والله ابو جاسم، ايش الاخبار؟ ايش مسوي؟ انا محمد، ابشرك انا طيب، ايش اخبارك؟ والله مثل ما تعرف هالفتره ما اسوي شيء غير اني اذاكر. ابي هالترم اجيب معدل اعلى من الترم الاول، بعد انا وعدت ابوي وان شاء الله نجاح. ان شاء الله بتجيبه يا محمد، انت بس ركز واجتهد وان شاء الله بتجيبه. انزين، بعيدا عن اليوم المذكره شوي، هالاسبوع كان مباريات نصف نهائي الكاس، صحيح؟ صح، نهائي كاس الواعدين والامل والاشبال والناشئين. إذا نقول لي سويت مع الذيب؟ عطيناهم 4-0. بل صدق؟ اي والله يا محمد، هم الصراحه اداهم ما كان حلو في المباراه، بس هم فريق كبير طبعا ولهم كل الاحترام والتقدير. إذا قطر ومسمير سووا؟ تعادل 2-2 ولعبوا ضربات ترجيح ومسمير فوز 4-2. اوف، فريق درجه ثانيه يفوز على فريق درجه اولى. مباريات الكؤوس يا محمد ما فيها الكلام، كلها مفاجات، حتى لو فريق درجه ثالثه كي يفوز على فريق درجه اولى يكون متصدر الدوري بعد. صح كلامك يا محمد، وهي الكرة يعني الحين انت تلعب النهائي مع مسامير. ان شاء الله يا محمد، واللي راح يجتهد هو اللي راح يرفع الكاس، وان شاء الله الحيل هو اللي راح يرفعه. ان شاء الله والله يوفقكم. زين الحين نشوف مباراتين يعني؟ ايه، راح الحين نشوف مباراة الحيل والسد وقطر ومسامير تحت 13 سنة. تأهل فريق الدحيل للمباراة النهائية على كأس الواعدين تحت 13 سنة بعد فوزه على الزعيم السداوي برباعية نظيفة في مباراة ما ينقال عنها غير أنها نهائي مبكر، لأنها بين السد ثاني الترتيب والدحيل ثالث الترتيب. صحيح أن السداوي خسروا برباعية، لكن هالنتيجة ما تقلل من قيمتهم ومن قيمة ما قدموه في المباراة، خصوصا بالشوط الأول اللي بلش فيه الدحيل بالتسجيل في الدقيقة 15 ولينهو الشوط بهالهدف. الشوط الثاني تراجع السداوية كثير، وفي المقابل تألق لاعبي الدحيل وصالوا وجالوا بهالشوط ونجحوا انهم يسجلون 3 أهداف متتالية يتأهلوا بجدارة للمباراة النهائية. طبعا حضرنا المباراة في التدريبات، الحمد لله هم فازوا علينا في الدوري، فالكابتن يقول لنا اذا تبون تاخذون ثلاثكم خذوها الحين، وان شاء الله نحضر المباراه الجايه اللي هي ضد قطر ومسير الفوز يحضر ان شاء الله. ربع اللعيبه ادوا اداء جيد مثل ما قلت، 4-0 نتيجه مو كبيره مو صغيره، استغفر الله. كل شيء من فضل المدرب ومن تكتيكات الحمد لله. هم اول شيء كانوا في الشوط الاول فازين علينا 1-0، احنا كنا نقدر نقلب الطاوله، سوينا اللي قالنا كابتن بين الشوطين، بس قدر الله وشاء فعل على خسرنا 4. وفي المباراة الثانية واصل مسامير مفاجآتي وطاح بالملك القطراوي بعد مباراة قوية انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2، وحسمها مسامير بركلات الجزاء 4-2، وهالنتيجة تعتبر من أكبر المفاجآت لحد الحين، لأن مسامير من أندية الدرجة الثانية ونجح في ثمن النهائي أنه يتخطى الخور بخماسية. واصل عروض القوية وطاح بالسالية بثلاثية، وقدام قطر قدم مباراة كبيرة وحسم الشوط الأول بهدفين. سجل القطراوية عادوا في الشوط الثاني بقوة وسجلوا هدفين وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل، لكن ركلات الجزاء مالت حق ممثل الدرجة الثانية يتأكد أن الكورة تعطي اللي يعطيها.
ليتأهل مسامير لملاقاة الدحيل بالنهائي. السؤال اللي قاعد يدور في أذهان الجميع، هل راح يواصل مسامير مفاجآته ويطيح بالدحيل في ثاني مفاجآته، أم الدحيل راح يكون له رأي ثاني؟ المباراة كانت ضغط علينا، بس احنا استغلينا المرتدات الحمد لله وسجلنا هدفين في بداية الشوط، لكن ردوها، لكن الحمد لله فزنا بنتيات فضل الحارس، صدنا كرتين الحمد لله فزنا، ولحد الحين 7 جوال في البطولة، وان شاء الله اكمل النهائي ضد الدحيل. والله كنا متفائلين وكنا متوقعين نتيجة اكثر، نتيجة يعني اكثر 3-2. أبو جاسم، السد فازوا على قطر في دوري الأمل صح؟ إي صح يا محمد، هم في المباراة تعادلوا 1-1 وعقب لعبوا ضربات الترجيح وفازوا السد 5-3. أنت عارف يا محمد إن هاي متعتي إن المباريات تنتهي بضربات ترجيح، أحس فيها متعة. تقعد تخمن يا ترى الكرة بتدش ولا بيتها الحارس؟ أنت كمتابع بالنسبة لك فلة وحماس، بس إحنا كنا تحت ضغط مش طبيعي وخوفنا الضربة تطلع برا ولا يصدها الحارس ونخسر. زين الريان فاز على الغرافة بحلة صح؟ صح مبروك، بس شفت شلون الكرة مالها كبير؟ شلون يعني ايش تقصد؟ اللي اقصد ان الغرافة ثاني الدوري برصد 41 نقطة، والريان سادس الدوري برصد 20 نقطة، يعني الفارق وايد كبير بالترتيب، لكن مباراة الكؤوس صغير، كل شيء فيها متوقع. انزين حط لي مباراتين خلنا نشوفهم، واهم شيء عقبها تحط لي ترتيب الهدافين. ان شاء الله. في مباراة متكافئة بين الفريقين، حجز السداوية مقعدهم بنهائي كأس الأمل تحت 14 سنة، عقب ما ابتسمت لهم ركلات الجزاء على حساب القطراوية في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، ونجح السداوية أنهم ينهون الشوط الأول بهدف. الشوط الثاني تعادل الفريقان حتى صافرت النهاية، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح اللي حسمها السداوية 5-3. مفاجأة ريانية تطيح بالغرفاوية. المباراة الثانية شهدت واحدة من المفاجآت الكروية، صدق الفائز هو الريان والخاسر هو الغرافة، والاثنين اسمين كبيرين، لكن ترتيب الفريقين بالدوري يقول ان فوز الريان كان مفاجأة كبيرة، لان الغرافة ثاني الدوري برصيد 41 نقطة والريان سادس الدوري برصيد 20 نقطة فقط، يعني الفارق كبير بالترتيب، لكن مباريات الكؤوس غير. وفي هاللقاء توقع الجميع فوز الغرافة، خصوصاً وأن الغرافة فاز القسم الأول في الجولة التاسعة على الريان 7-1، والنتيجة وحدها تقول أن المباراة بتكون للفهود. لكن عيال الرهيب نجحوا في تسجيل هدف غالي بالشوط الأول وحافظوا عليه حتى النهاية واستحقوا التأهل للمباراة النهائية. ترى الريان يستحق التأهل لأن شباكة بالكاس ظلت خالية من أي هدف، وهذا وحده يؤكد أن الريان في الكاس مختلف تماماً عن الريان في الدوري. من كأس الأمل لكأس الأشبال، اللعبة مبارتين يا محمد، الأولى بين خور ودحيل والثانية بين قطر والعربي. خلنا في المباراة الأولى يا محمد، الخور أعتقد أنها الدرجة الثانية صح؟ صح. إنزين شو اللي صار؟ من فوز؟ الدحيل فوزوا 9-0. أوف، ليش ما كان في حارس؟ لا طبعا كان فيه، بس الدحيل متصدر الدوري ما حصل أي صعوبة إنه يفوز على الخور. ترى الفروق الفردية لعبت دور كبير يا محمد في حسم المباراة لعيال الدحيل. إنزين قول لي شلون دشت الأهداف؟ في الشوط الأول سجلوا 3 أهداف، وفي الشوط الثاني سجلوا 6 أهداف. مبروك للحيل وحظ أوفر الخور. كان المفروض الخور يتعلمون من سمير شلون فوز على قطر وهو فريق درجة ثانية. التوفيق دائما يا محمد للي يجتهد. أكيد طبعا.
انزين والقراء في العربي تعادلوا 1-1 وفاز العرباوية بضربة الترجيح 3-2. انزين يلا خلينا نشوف مباراتنا. أشبال الدحيل متصدري الدوري، ما حصلوا أي صعوبة في التأهل للمباراة النهائية للكاس بعد ما تخطوا الخور فريق الدرجة الثانية في مباراة لعبت الفروق الفردية دور كبير في حسم المباراة لعيال الدحيل بتسع أهداف، منها 3 في الشوط الأول ونصف درزة من الأهداف في الشوط الثاني. ومن البداية دخل لاعبو الدحيل المباراة بقوة، ما يبون يعطون أي فرصة لعيال الخور، وبلش مبارك شنان رجل الشوط الأول بالتسجيل حق الدحيل بالدقيقة 5، وعقب سجل هدفين بهذا الشوط. والشوط الثاني ما قصر جاسم الخلايفي وراشد عبد العزيز وقالوا حق مبارك شنان كفيت ووفيت بالشوط الأول وخلي الثاني علينا، وكل لاعب منهم سجل هدفين. ولأن المباراة كانت سهلة على الدحيل أكمل عبد الحميد السباعي ومشعل إبراهيم مهرجان الأهداف وسجل كل واحد منهم هدف، يتأهل الدحيل لملاقاة العربي في النهائي. ويا ترى بيواصل الدحيل انتصاراته أم أن العربي مثل ما سواه بالفهود بيسويها بالدحيل؟ للمرة الثانية بمسابقة الكأس أشبال العربي وجدوا ظلتهم في ركلات الجزاء. المرة الأولى كانت في الدور الثمن النهائي، فازوا على قطر بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2. المرة الثانية في الدور قبل النهائي نجحوا في تكرار السيناريو بالفوز على الغرامة بركلات الجزاء 3-2 بعد التعادل بالوقت الأصلي 1-1. في البداية خلونا نشيد بالجهاز الفني للعربي اللي قدر يهيئ اللاعبين حق هاي المواقف. أما عن مباراتهم مع الغرافة خلونا نقول أنها كانت مباراة متكافئة، رغم أن الغرافة ثالث الدوري ب27 نقطة والعربي سابع الدوري ب16 نقطة، لكن خلاص حنا تعلمنا أن مباراة الكاس ما فيها صغير ولا كبير ولا بطل ولا نادي درجة ثانية، فيها اجتهاد وتوفيق. والطريف في المباراة أن الفريقين سجلا الهدفين في دقيقة واحدة، يعني الغرافة بلش بالتسجيل في الدقيقة 38 عن طريق سيف السويدي، وما لحق الغرفاوية يفرحون بهدفهم حتى سجل العربي مبارك الأمين بالدقيقة 39، وتم التعادل حتى النهاية تبتسم ركلات الجزاء الترجيحية حق العرباوية، يتأهل العربي لملاقاة الدحيل في المباراة النهائية. إنزين في كأس الناشئين لعبوا الخور والسيلية والغرفة العربي. مباراة الخور والسيلية انتهت كم يا محمد؟ والله انتهت يا طويل العمر، خليني أشوف بس. إيه 0-0 والعودة ما ترجيح وفازوا الخور 4-3. أوه الخور فازوا؟ قلت لك من قبل أحلى شيء مباريات الكؤوس المفاجآت. صح كلامك يا محمد، وبعد المفاجآت يكون فيها دروس مستفادة، وأهمها أن الفريق الأفضل مش دائما يفوز. صح. زين والغرفة العربي انتهت الفهود بهدف. زين حلو، يلا خلينا نشوف المباريات. أوكي. قلنا لكم من قبل أن أحلى شيء في مباريات الكؤوس المفاجآت. طبعا تبون تسألون ليش؟ أنا بقول لكم ليش، لأن كل شيء غير متوقع يكون له طعم غير، وبعد هالمفاجآت يكون فيها دروس مستفادة. أهمها أن الفريق الأفضل مو بدائما يفوز، ولا الفريق ضروري يفوز لأنه يلعب بالدرجة الأولى والآخر يلعب بالدرجة الثانية. الفوز فقط للي يجتهد، وهالشيء صار بمباراة السيلية والخور بكأس الناشئين. السيلية هو رابع دور الدرجة الأولى والخور يلعب في الدرجة الثانية، ومثل ما سواها الخور بالأهلي في الدور ربع النهائي سواها في السهلية في قبل النهائي.
صدق المباراة انتهت بالتعادل السلبي، لكن الخور حسمها بركلات الترجيح بنتيجة 4-3. وبالنهاية مبارك حق ممثل الدرجة الثانية، ونقول له شدوا حيلكم جاي لكم عيال الفهود. بس السؤال هني، هل مسلسل المفاجآت مستمر ولا الفهود راح يتعظون من السد والسيلية؟ بهدف يتيم للاعب سعود عبد الرب، يتأهل فهود الغرافة للمباراة النهائية على حساب العربي. وإذا كنا نقول مبروك حق الفهود، بعد نبارك للعربي الأداء الجيد والتحسن الواضح بالمستوى. من الغرافة بالقسم الأول دك شباك العربي بسباعية مقابل واحد، وبالقسم الثاني قدروا العرباوية يردون الاعتبار وفازوا 2-1. المباراة ظلوا العرباوية صامدين طول الشوط الأول، وعقب 6 دقائق فقط في الشوط الثاني خطف الفهود هدف الفوز. وبعد العرباوية كانوا نت قوي وقاتلوا عشان يتعادلون، لكن بعد الفهود مو بسهلين وقدروا يحافظون على الهدف الغالي حتى صافرة النهاية، ليتأهلوا للنهائي لملاقاة الخور في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. رغم أن الفروق الفنية كبيرة بين الغراف والخور، لكن الخور بيدش بسلاح المفاجآت. ختاما محمد مع دوري الشباب، لعبوا الغرافة وتحيل وانتهت المباراة بالتعادل 3-3. يعني الحين من المتصدر في جدول الترتيب؟ تحيل متصدر بفارق الأهداف. انزين، وباقي مباريات؟ خلى الحين محمد يشوف المباراة وعقبها بنشوف جدول المباريات ونتائجها وجدول الترتيب. اوكي حلو، يلا روني. مباراة لدحيل والغرافة بدور الشباب كانت قمة كروية بين أفضل فريقين في المسابقة، واللي يتنافسون بقوة على اللقب، إلى أن التعادل المثير أجل فك الشراكة على الصدارة اللي احتلها لدحيل بفارق الأهداف عن الغرافة وبرصيد 40 نقطة لكل فريق. وأحلى ما في المباراة أنها كانت تارة تراوح حق الغرافة وتارة ثانية لدحيل. ومثل ما كانت البداية للغرافة، بعد النهاية كانت بهدف للغرافة في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وما بين البداية والنهاية الغرفاوية كان التفوق للدحيل اللي قدر يرد على هدفي للغرافة بثلاثة أهداف، لتظل القمة حائرة بين الفريقين حتى يصير شيء جديد. لكن بالنهاية لابد من الإشادة بما قدمه الفريقين بالمباراة، ومن الحين نقول إن أي فريق منهم يستحق اللقب، سواء توج الفوز باللقب ما يقلل هذا من الدحيل، والعكس صحيح، لأن في النهاية لابد من بطل واحد. بس يا ترى مين بيكون البطل؟ أكيد الإجابة عند الفريقين. كانت أهداف نصف نهائي الكاس ولا أروع محمد. خلنا الحين أجمل الأهداف في توب 3.
والحين محمد راح كمل دراستك وانا بعد راح اكمل واجباتي. تمام محمد، ويلا الله يوفقك ان شاء الله ونشوفك الاسبوع الجاي. يلا في امان الله. ان شاء الله. يلا في امان الله. Challenge.